قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا، وصف الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا خطة الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها مروعة وفق ما تداولته وسائل إعلامية بريطانية. وأفادت صحيفة تايمز أن تشارلز قلق من أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ستلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا. هذا الإجراء هو إجراء تعسفي، إجراء وحشي حسب ما حتى أطلقت عليه صحيفة الغارديان البريطانية، اللي حصل على أنه نعم. هذا هو نتيجة ردة فعل من عدم تعاون الحكومة الفرنسية لمساعدة بريطانيا لأكثر من 5 سنوات من 2015.